الصيدلية النبوية مع فارس جمال. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم مستمعي الأكارم، ونحن في ختام العشرة الأولى من شهر رمضان الفضيل، أذكركم بحديث نبوي عظيم، وهو أحد الثمار التي نقطفها من الصيدلية النبوية، وأحد العلاجات المهمة اللي لابد تكون معانا في يومنا وليلتنا. بالله أرعوني سمعكم وركزوا معي في هذا الحديث النبوي العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. فالذي يواظب على هذا الدعاء بهذه الكيفية لا يضره شيء بإذن الله. إحنا الواحد دائما يخرج من بيته ويشغل السيارة، يسافر ولا يروح عمل ولا يروح مشوار، يخاف من عوارض الطريق، يخاف يصير له حادث، يصير له مكروه، يصير له أي شيء. إذا لو واظبنا على هذا الدعاء لن يضرنا شيء بإذن الله. وفي الوقت نفسه الإنسان إذا قال هذا الدعاء هو بذلك يعلن اعتقاده السليم في الله عز وجل، والله عز وجل هو الحامي سبحانه وتعالى جل ربي وتقدس. معنى هذا الدعاء بسم الله أي بسم الله أستعيذ، فكل فاعل يقدر فعلا مناسبا لحاله عندما يبسمل. فالأكل أو الآكل يقدر آكل أي بسم الله آكل، والذابح يقدر أذبح، والكاتب يقدر أكتب، وهكذا. فنحن نقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، أي من تعوذ بسم الله فإنه لا تضره مصيبة من جهة الأرض ولا من جهة السماء. إذا ماذا نريد نحن أكثر من ذلك يا أخي؟ المسألة بسيطة جدا، ذكر يسير قصير جدا، إن كررته 3 مرات راح تكون محمي. ومن الذي سيحميك؟ مدبر الكون، الله جل ربي وتقدس. إذا علينا الالتزام. طيب في بعض الناس يجوا يقولوا: يا أخي أنا أقرأ الأذكار وأقول هذه الأذكار لكن ما أجد لها أثر. طيب تعرف ليش؟ لأنك تقولها وانت مسرح، لأنك تقولها وانت لاهي، ما انت مركز فيها. لازم تقولها بحضور قلب، لازم تقولها بتركيز، لازم تقولها وانت مستشعر لهذه الأذكار وعايش معاها. أما تقولها كذا بس على سبيل انك تبى تقرأها قراءة سريعة وتتخلص منها، فهذا الكلام ما ينفع أبدا. لابد نقولها ونحن مطمئنين مرتاحين، عندنا يقين راسخ، متأكدين إننا بمجرد ما نذكر هذا الذكر سيحمينا ربنا من كل شيء يضرنا. لأن الله عز وجل يقول في محكم التنزيل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا أخي ذكر الله يطمئن قلبك. بس أنت خايف، أنت فيك روعة، فيك خوف، فيك وجل، فيك رهبة، علاجها ذكر الله. هذا الكلام من عندي؟ لا طبعا، هذا قول الله في كتابه العظيم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا رب اجعلنا ممن يذكرك آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيرا والذاكرات يا رب العالمين. اللهم علمنا ذكرك في الليل والنهار، وقنا الشرور والآفات والمهلكات يا رب العالمين. إذا نستخلص ونأخذ اليوم جرعة عملية، إننا في الصباح 3 مرات نقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وكذلك في المساء. وأنا أتحداك
لو في أحد حيضرك، حيكون لك حصن حصين ودرع متين من إنه أي أحد يمسك بسوء. اللهم يا ربنا احفظنا من كل سوء ومكروه، وأحبتنا المستمعين في أمان الله.